دار، دار كبيرة يعني. نهاية بنيها من 95، مساحتها 670 متر، عايشين فيها 4 أسر احنا. فانجبرنا عزلنا يعني، شلنا اللي بنقدر نشيله، وكان مستنينهم. امبارح بالليل الساعة 11:30 يمكن أجت قوة هائلة، يعني هاي أول مرة بفوت قريتنا بالعدد هذا، يعني 60-70 سيارة عسكرية أجت غير المشاة وقناصة، وطلعوا على أسطح المنازل يعني، فاتوا علينا هون. طبعا أنا لما الجيش أجا الشباب قالوا هاي الجيش على الطريق، طلعت الحريم من هون، ما ضليت أنا وولادي يعني. أجي هون طبعا معاملتهم معاملة قوات احتلال يعني، مش جايين ضيافة، لا جايين بها. فطلعونا من هون وحطونا عند الجيران، شو عملوا شو سووا ما بعرف يعني، كانوا قاعدين عند الجيران. إذا حتى بدنا نطل معاهم الليزر صاروا يطلوا وينفروا فينا، جابوا الجرافات وبلشوا يهجموا. أما بالنسبة لأهلنا الذين هدمت بيوتهم في قرية رمانة، سنكون معهم إن شاء الله بكل مكونات هذه البلدة، بكل مكونات محافظة جنين، حتى نعيد بنائها مرة أخرى إن شاء الله.